هذا حي الآبار. نعم. معاناتكم ايش؟ معاناتنا اي هذا الطريق، طريق ثلاث مدارس. مدرسة أم سلمة للبنات، مدرسة حمزة سيد الشهداء، مدرسة الفاروق. وهذا طريق معلمين وطلاب ويعانون منها الشتاء كله. زين، ونروح نقدم على البلدية ما حد يدري النبال. على اساس انه مشاريع 40 مليار نصرف وكذا، ما عملش بلدكم. حجي هاي مشاريع، هاي مليارات، وين المليارات؟ تقاسموها هم بيناتهم. ما صابكم كل شيء؟ لا. زين، ما صابنا غير الأذية منهم. زين، هذول وراهم شيء؟ ما يهتمون. هاي يم الجامع، هاي يم الجامع عم ضرب الطيارة وطريق مسدود. زين، هاي اللي قدام بعد، حي الآبار مهجومة هجم. زين؟ مسؤولين احد ما اجى؟ ما جانا لا مسؤول ولا محافظ ولا اي بشر منهم، ما وصلنا، منسيين احنا هنا. ميزانيه ما تروح؟ ها؟ ميزانيه بيجيبهم وداعي تروح. والله خدماتنا ما حد يمرنا. زين، يعني عده الافراع عندنا مسدسده من كثره الانسدادات مال العوارض والانقاذ، يعني تكرم الجبايات طافت الافرع. يعني شوفت عينك السعدنا، هذا قريب على شارع بغداد، حاطين له عوارض من بلوك مال بناء مال الاهالي، جايبين بلوك وبانين في سبيل ما حد يروح ويجي. هل المشاريع قاعد تتصرف على اساس مشاريع فيها مليارات وكذا؟ ما صابتكم من شيء؟ والله ما يصيبنا كل شيء، ولا حد يجينا ولا حد يمرنا. مليارات وين تروح؟ والله تروح غيرهم ياخذوها، وين تروح؟ ولا ما حد يمرنا احنا، هاي قدام عينك. يعني ما حد يجي. والله الشوارع كلها مكسره، هاي وحده. وبالنسبه للوطنيه الترافيك لا يسايره. زين، وعندنا هنا مقلع مال الاوساخ يم جامع الحجار. ايه، هاي معاناتنا. زين، مين كذا ما يجوكم يشوفون هذا ضربات الجويه كذا؟ لا ما يجون ابد، ما يجون. واكو شوارع مسدده، ما اعرف ليش مسدده، ما اعرف. اكو فرعين ثلاثة مسددة، هسه انت من جيت من هنا مسدود هذا الفرع، فرع الغادي مسدود، بس عندنا طريقين من فذين مفتوحة. بس. زين، اكو مشاريع تتنفذ يعني تبليط، اكساء، ما شملتكم؟ ماكو تبليط، لا ماكو تبليط. لا ماكو تبليط. بس المجاري انا اقول لك بدلوها الرئيسية، ماكو ما شبكة من الماي، وجزاهم الله خير. بس. منظمة. مشاريع المليارات. منظمة هذا الكلام، منظمة. المليارات وين تروح؟ والله المليارات اسألهم وين تروح المليارات؟ وين تروح؟ معاناتي اول شيء رعاية اجتماعية، بسبب احنا الرعاية يعني هسه سووها كل شهر 100,000، ايش تكفي؟ يعني انت من الناس هسه انت عندك رعاية وعائلة كومة برقبتك، واحنا 5 معوقين، 2 ماتوا وظلينا 3. زين، يعني ايش تكفي 100,000 بالشهر؟ ايش تكفي؟ يعني زين هذا المسؤول من الناس اللي قاعد على الكرسي ما يفكر بالفقراء، ما يفكر بقى الشباب العطاله بطاله. ايش توجه رساله للسيد رئيس الوزراء؟ والله ايش اوجهها؟ اوجه يعني بالنسبه لنا نحن بالشهر لولا يعني يوفرونا رعايه 200,000، اي والله ما تكفي، يعني 100,000 والله ما تكفي. خلي يخلون شويه ضمير لنهاي الناس قاعدين. والله ايش اشوف؟ خدمات والله ماكو. وبالنسبه لنا احنا الساعه الكهرباء، يعني الساعة الكهرباء هاي من راس الشهر لحد الان ما يعطونا ساعتين زمان، ايش تكفي؟